مساكم الله بالخير. اليوم جايب لكم نكهة سموسي ميكس بيري. مكونات النكهة عبارة عن الميكس التوت الأحمر والأسود مع الحليب 75-25-60 ملي 30 نكتين. نجرب النكهة. صراحة النكهة ممتازة وسموسي على الاسم، يعني المكونات حقها متجانسة ما فيها ثرو هيت، الحلى حقها متوازن، فطالع له طعم التوت المتنوع مع نكهة الحليب. صراحة ما عليها كلام، ممتازة النكهة. وتقييمي حق النكهة 8.5/10. وفي النهاية الناس أذواق، ودلع نفسك مع الفيب.